ثم عادت الآيات تبين قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا إعادة لما كان من النداء الأول. يا بني إسرائيل ناداهم باسم أبيهم الذي إليه ينتسبون، لأنه منشأ فخارهم وأصل عزهم، لأنه ماذا؟ منشأ فخارهم وأصل عزهم، كذا قال العلامة محمد الهرري متع الله به، موجود هذا العالم في مكة الآن، لكنه عمر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أظنه في التسعين. فقال في تفسيره حدائق الروح والريحان: إن الله عز وجل ناداهم باسم أبيهم لأنه أصل منشأ فخارهم وأصل عزهم، ثم ذكر النعمة والفضل عليهم جميعا لأنها تشملهم جميعا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لفظ العالمين هنا لا يفيد الاستغراق، وإنما المراد أهل زمانهم. ما المراد؟ أهل زمانهم، أي بنو إسرائيل في ذلكم الزمن كانوا أفضل أهل زمانهم. وهذا يدل أصلا عموما، وقد دل عليه القرآن والسنة، على أن من سنن الله في خلقه التفضيل. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا قائم في أمر الله، فليست ليلة القدر مثل غيرها من الليالي، ولا شهر رمضان مثل غيره من الشهور، ولا عشر ذي الحجة ذلك اليوم مثل غيره من الأيام. فهذه من سنن الله، ولا مكة والمدينة مثل غيرها من المدن والقرى. فقال الله عز وجل هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن طرائق التفضيل أن الله جعل فيهم النبوة، ولم يكن الأنبياء في أمة كما كانوا في بني إسرائيل، وكان فيهم الملوك إلى غير ذلك من فضل الله جل وعلا عليهم في تلك الحقب التي مضت ومرت.